السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منيت ان انا اوضح لكم حاجة. الورق ده جميل جدا، كان 5 ب10، دلوقتي بيبيعوه من 4 ب10. بصوا ما شاء الله، والله جميل. بصوا بصوا، ممكن تفرشيه، هو خفيف بس مش مشكلة، ما بيقولش لا، تفرشيه على اي حاجة. بصي منتهى الجمال، بالمتر بيبقوا 4 لتر، كان الاول 5 دلوقتي 4 لتر، بسوق الحد اللي عند قهوة شرف، منتهى الجمال. بالنسبة للصابون، في معلومة كنت عايزة اقولها لكم، سواء عندك نشا او دقيق يمشي، احنا كل اللي عايزينه 2 معلقة، لو دقيق سمك برضو ينفع، ولو نشا قديمة مش مشكلة تنفع، بس اهم حاجة تغربليها كويس عشان تبقى الصابون نضيف. بعد كده لتر الصابون، انا حاطة فيه قطع صابون كانت عندي، اللي هي اللي انا عاملاه ده زي كده، زي القطع انا حاطه فيه برضو، كان فيه شويه عندي قمت حطيته، فبيبقى جميل صراحه. واللون علشان هو برتقاني، ده قشر البرتقان، انا باخد قشر البرتقان بعد طبعا اللي بياكل وكده، بغسله، انا بغسله مرتين، بغسله في الاول وبنشفه، وتاني مره بغسله بعد الاكل، وبعد كده بحطه في شويه ميه واغليه على النار 100 لتر ميه كده، وبغليه لحد ما بحس ان هو استوى. بعد كده بسيبه يبرد عشان الخلاط، وبضربه في الخلاط، بضربه جامد، وما بحتاجش ان انا اصفيه. لما باجي اعمل صابون زي كده بحطه، فبيديني الريحه وبيديني اللون. وعلى فكره قشر البرتقال بيخلي ايديكي ناعمه جدا، وبيدي تفتيح للبشره وللايد، جميل يعني. ومش القصد البشره، يعني هو البشره لو لوحده من غير ما تحطيه في الصابون. طبعا انا بشكركم جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا مني ان شاء الله. المره الجايه باذن الله هعمل لكم العيش الشمس، بس انا كاتباه سهل وبسيط، يعني اعمل لكم حاجه بسيطه بحيث ان انت تقدري في البيت تعمليها، مش هتغلبي يعني، حاجه بسيطه جدا ان شاء الله. وبرده فتره تاني وهعمل لكم السمنه زي اللي انت بتشتريها، ويمكن احلى باذن الله، وارخص حاجة، هتكون رخيصة جدا وهتكون سهلة جدا بالنسبة لاي حد يقدر يعملها. طبعا انا مش بعمل معجزة ولا حاجة، انا بعمل اللي بيقدرنا عليه ربنا، ودعولي بس ان ربنا يشفيني، عشان انا كمان مريضة قلب، بس بقول الحمد لله. متشكرة جدا بجد ان انتوا بتسمعوني، وربنا يبارك لكم في ولادكم يا رب، شوفوهم احلى حاجة في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.